باتت ظاهرة عمالة الأطفال في مدينة الموصل جزءاً من الحياة اليومية، والمثير للقلق في الموضوع أن الأطفال باتوا يلتحقون بسوق العمل في سن مبكرة جداً. ففي السنوات السابقة كان معدل أعمار الأطفال الذين يلتحقون بالعمل يتراوح بين 14 و 17 سنة، وهي سن مقبولة حسب منظمة العمل الدولية، وبإمكان الطفل ممارسة وامتهان بعض الأعمال التي لا تشكل خطراً على صحته الجسدية والنفسية. لكن بات الآن معدل أعمار الأطفال الملتحقين بورشات تصليح السيارات والتي تصنف حسب منظمة العمل الدولية بالأعمال الخطيرة لا يتجاوز 6 سنوات، رغم أن قانون العمل العراقي يمنع عمالة الأطفال دون سن 15، إلا أنه لم يضع عقوبات صريحة لرب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال. تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا ألقيا بظلالهما على عمالة الأطفال، وكان عاملين رئيسيين في تزايد عدد الأطفال العاملين في الموصل. فالفاقة والحاجة دفعت بعضهم لامتهان الأعمال الشاقة من أجل توفير لقمة العيش في ظل فقدان عوائلهم لموارد رزقهم، فيما شكل تذبذب مواعيد الدوام المدرسي والخوف من الفشل الدراسي وضبابية المستقبل عوامل بارزة أخرى دفعت بعضهم إلى الالتحاق بورشات تصليح السيارات بتشجيع من أهاليهم. 14 ما صار لي 4 أشهر 5. أبوك اليوم؟ لا صانع أنت؟ إيه. زين تقدر على أي شغل تقدر؟ إيه. ليش اشتغلت هاي الشغلة؟ والله ظروف. عبد الرحمن. عبد الرحمن إيش قد عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. إيش تشتغل أنت؟ فيتر. فيتر؟ إيه. إيش قد صار لك من المدرسة؟ إيش قد صار لك تشتغل في درسي؟ سنة. سنة؟ ايش تسوي السنة؟ دعشت مكينة. ايش تشتغل انت؟ فيتر. فيتر. ايش قصة تشتغل فيتر؟ 6 3 3 سنين. ويا من تجي؟ ويا ابوي. ويا ابوي. تصلح؟ ايه. ايش تعمل؟ افتح تاية، بدل ديسكات، افتح ابواق مفاتة، بدل واشر، ديسكات، مزات. ساعة ايش تجي على الشغل؟ بالـ6 6:30. نوبات بالـ4، نوبات بالـ5، نوبات بالـ6. ما مشين شغلك يعني؟ أبو سيرنات. شو تسوي؟ سيرنات. إيه. قد صار لك الشغل؟ أسبوعين 3. أسبوعين 3. زين. تعلمت الشغل؟ زين يعني شوية. أنت ليش تشتغل؟ ما عندك ولا تتعلم؟ لا أريد أتعلم. ليش تتعلم؟ إيه. ها؟ أحسن لي حتى أخاف ما أنجح في المدرسة أشتغل. خاف شنو؟ ما أنجح في المدرسة أشتغل، من يلغون المدارس؟ جيت أشتغل صباغ على مود إذا حتى إذا ماكو مستقبل أتعلم صبغة صباغ أحسن. والله أنا من تجي المدرسة أدرس مدرسة ومن أعطل أشتغل. والله يعني تقريبا سنة ونص هيجي. سنة ونص؟ ايه، لأن من كنت صغير ما كنت أجينا. زين، عمرك؟ عمري 13 سنة و6 أشهر. إن الخوف من الجنوح أو الفشل الدراسي لم تكن هواجس يحملها الأطفال فقط، بل إن الأولياء أيضا متخوفون ويرون أن اندماج الطفل في سوق الشغل وتعليمه صنعة سيضمن له مستقبله في ظل غياب فرص التعيين. من هذا؟ هذا ابني عبد الرحمن حفيدي. هسه عينه هذا طفل والتعليم عندنا هذا بالمدرسة، فالمدرسة ماكو، ايش قمنا نسوي؟ ما نتركه ويا الصبيان، نتركه ويا الصبيان رايح ينحرف جهل، فجيبوا هنا يمي، المغرب يروح تعبان يلف راسه وينام، من الصبح يجي هنا. اول شيء ابني اني ما عندي بس الاولاد، يعني احاول انه بكل الطرق احاول انه يتعلم دراسه احسن، العلم اضبط من العمل، بس عن شوف العلم يوميه عطله ويوميه ماكو دوام ويوميه منع تجول ويوم ده حقت، هذا راح يخرب مستقبله. على خير تعلم صنعة أحسن ما دراسة، هو ما محصل من هالشيء، أسعى هو نجح. زين شو قد يداوم بالثالث؟
زين هذا اذا ضل بعد سنه سنتين او ثلاثه راح يكبر يلحق، لا متعلم صنعه ولا متعلم، لا بالله يتعلم صنعه احسن ما يظل هالشكل، على الاقل يعيش نفسه بالمستقبل. يعني ما دوم له، هاي الغايه منها. زين اتوقع ان التعليم هنا اسرع او التعليم اسرع؟ والله انا منيت التعليم احسن، علوا التعليم يكون اضبط واحسن وكل ناس مسؤوله عنه، لان هذا جيل مستقبل جاي ما يبين هسه، بعد 10 سنين و20 سنه يبين. هذا اذا ظل 10 سنين هالشكل راح يطلع جيل فاشل.